اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه اكيد بنرحب بالكابتن الكبير كابتن هشام عبد الوهاب ميشو اللي منورنا في الاستوديو والمدير الفني لفريق 2004. اهلا بيك يا كابتن هشام. اهلا بحضرتك يا كابتن هشام. منورنا وبنستنى اللقاء ده من سنه للسنه. انا ببقى دايما مبسوط لما باجي بيتي. حبيبي يا كابتن. معانا اكيد محمد صلاح لاعب منتخب مصر 2004 صانع العاب والباك ليفت لمنتخب مصر واللي جه نادي الاهلي قادما من سموحه من عام. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك. مبروك على رابع العالم، مبروك عليك النادي الاهلي. الله يبارك. اداء جميل بصراحه يا محمد. ربنا يخليك. كابتن هشام ابتدي معاك. يمكن جيل مميز، جيل يعني حضرتك يعني بتدربهم في النادي الاهلي، كان ليك بصمه كبيره جدا معاهم، خاصه اختيار محمد صلاح في نادي سموحه ينضم معاك في الفرقه. كلمني عن الجيل بشكل عام اللي معاك، وكلمني عن الثلاث لعيبه في منتخب مصر بشكل خاص. يمكن جيل 2004، مواليد 2004، من اقوى الاجيال اللي احنا في الفتره الاخيره ديت شفناهم في الساحه. ويمكن اكتر عشان نتاكد ونعرف الجيل ده اكتر اتفرجنا عليه في كاس العالم وشفنا امكانياتهم عامله ازاي. وبصراحه الولاد كانوا قد المسؤوليه ولعبوا ماتشات غايه في الروعه، لعبوا ماتشات كويسه قوي ومؤثره جدا، فكان بصمتهم واضحه وكان دورهم واضح. حتى يعني الولاد الحمد لله في الفتره اللي هم كانوا موجودين فيها ما قبل التحضيرات بتاعه كاس العالم كان باين عليهم الحماس، وكان باين عليهم قوي ان هم داخلين في المود بتاع كاس العالم. فالولاد كانوا مركزين جدا لدرجه ان هم عارفين ان هم رايحين يوصلوا بالمربع ان شاء الله، يعني مربع صحيح. كان هدفهم البدايه واضح، كان من البدايه المفروض ان هم كان عند عارفين التارجت بتاعهم، فكان عندهم الحافز ان هم يلعبوا عليه. وفعلا بصراحه اثبتوا ان هم كانوا رجاله وكانوا مؤثرين وعملوا دور مهم قوي للجيل. طب قول لي يا كابتن، يمكن محمد صلاح كان موجود، بلال كان موجود، عندنا معاذ كان موجود، هل من وجهه نظر حضرتك الفنيه كان ممكن لعيبه قريبه انها تبقى مع المنتخب؟ طبعا. من النادي الاهلي طبعا. كام لعيب مثلا كان ممكن يكون كمان في المنتخب؟ يعني بنتكلم على ثلاثه كمان، لان فرقه النادي الاهلي مؤثره جدا. يعني الكلام ده مش اقاويل اللي احنا بنقولها، لا ده كلام نتائج طبعا. نتائج الفرقه 2004 للسيزون اللي فات والسيزون اللي قبليه بتقول ان الجيل دوت جيل مؤثر في النادي الاهلي واثر كمان في منتخب مصر. يمكن برضو اجي لك محمد، كان بطوله افريقيا كان بادي عليكم ما شاء الله ان انتوا يعني فريق محترم وهيروح بطوله العالم يعمل حاجه. كلمني عن بطوله افريقيا وازاي انتوا كنتوا واخدين افريقيا دي تجربه عشان توصلوا مربع في بطوله العالم. الحمد لله كنا ماشيين كويس قوي في افريقيا. يعني كان في اربعه من النادي الاهلي، كان معانا يوسف لولا 2006 دلوقتي في المنتخب، وبس يعني استعدينا كويس. طب كلمني البطوله كانت فين، يعني اللي عرف الساده المشاهدين. بطوله افريقيا كانت في رواندا، كانت بطولة يعني كان الفاينل مع الجزائر على ما اعتقد، ولا كان مع رواندا؟ لا كانت رواندا. كان جمهور كبير قوي ساعتها، يعني كان احلى ماتشات حياتي يعتبر بسبب الجمهور. الارض كانت حلوه، كسبنا فرق كبير. انا كسبنا يعني الماتش كان مأزم في الاول شويه، بعدين الحمد لله ربنا كرمنا وفتحنا. وده كان مؤشر ان انتوا رايحين في كاس العالم تعملوا حاجه. الحمد لله. انا فاكر حتى كنا استضفنا مجموعه منكم بعد بطوله افريقيا، وكانوا قالوا ان احنا يعني دي بالنسبه لنا احنا مش شايفين افريقيا قد ما شايفين ان احنا نروح المربع. هو هدفنا طول عمرنا كان كاس العالم، يعني يعني بطوله افريقيا دي كانت بالنسبه لنا استعداد بس لكاس العالم. صحيح. وكان كذا بطوله كمان، يعني بطوله البحر المتوسط وبطولات وديه كتير، كانت هي كل ده عشان كاس عالم بس. يعني ما شاء الله عليك يا محمد. وخليني اقول لك ان انت كانت السنه اللي فاتت مش احسن حاجه بالنسبه لك، يمكن توقعت مع النادي الاهلي، وبعد كده تعرضت لاصابه الرباط الصليبي، وبعد كده دخلت بقى في عمليه واعداد. وازاي ترجع من الاصابه، الله اكبر، ان انت ترجع تحجز مكانك في منتخب مصر كسنتر هاف وباك ليفت. كلمني عن الفتره الصعبه دي وازاي ربنا سبحانه وتعالى كرمك بعديها. يعني هي ما كانتش العمليه اول حاجه، كانت يعني قعدت 3 شهور علاج طبيعي وتاهيل وكده. يعني كانت فتره صعبه طبعا عشان كان كاس عالم قرب قوي، فيعني بس الحمد لله. يعني انت ما حضرتش تعمل عمليه؟ لا الحمد لله. طب الحمد لله. يعني يمكن كان ارتخاء شويه في الرباط. يعني الحمد ربنا الحمد بس لله. بس يعني كان قطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي. الحمد لله. بس الحمد لله قدرت ارجع نفسي يعني واحده واحده كده. وقبل مش سهل يا كابتن عزيز طبعا، مش سهل. لا مش سهل ان هو يرجع في الوقت ده وفي وقت قليل. يمكن حتى كمان في بدايه المشوار بتاعهم في كاس العالم هتلاقي ان الصراحه ما كانش وجوده ظاهر قوي، لكن في الاخر ابتدى يطلع تدريجيا لغايه ما ابتدى يثبت نفسه فعلا. كان صعب جدا فعلا طبعا كابتن، لان اصلا انت عارف يعني العمليه، انا اسف لاقول العمليه اسهل. طبعا انت خلاص بتبقى سليم وبتنزل وعارف عندك ايه، عارف انا وقت قد ايه هنزل بالظبط. انما انت انزل منزلش، اشعاعات، طب ايه الاخبار، طب الرباط لحم، طب ما لحمش، الدنيا بتبقى صعبه. لا انت عشت سنه صعبه بالظبط. بس الحمد لله رجعت قبل كاس عالم بشهر ونص مثلا ولا حاجه، ودخلت بقى مع المنتخب وكده، وسافرنا بطوله وديه قبليها بالظبط في السويد،
وبعدين طلعنا على طول على كرواتيا والحمد لله ربنا كرمنا يعني. مبسوط في النادي الاهلي؟ اه جدا الحمد لله. خلي بالك انا الله اكبر وانت ما شاء الله يعني وداخل على الاستوديو يعني انا نادرا لما بلاقي سنتر هاف طويل يعني الله اكبر يعني انت طولك كام؟ انا طولي 197. الله اكبر يعني السنتر هاف لما بيكون طويل بيبقى مفيد جدا جدا الخط الخلفي الثلاثه اللي ورا ما شاء الله الله اكبر كمان ومهاري كمان يعني كمان الطول مع المهاره دي صعبه اللي احنا نلاقيها في لعيبه في الكواليفيكيشن بتاعت لعيبه والفنتات والحاجات دي يعني انا يعني مثلا عندنا في الدرجه ما بقارنش بس انا بقول مثلا خيري مش بطوله مثلا حقيقي اسلام حسن مش بطولك فانا كنت بتكلم على اللعيبه كنت بشوفهم ما بلاقيش لما بلاقي السنتر هاف طويل بتفائل جدا بحس ان هو يعني عمله نادره خاصه انه بيجيد اللعب في الباك في الخط الخلفي في الخط الخلفي طبعا كله الحمد لله برضو شغال الاثنين هنا وهنا حتى في المنتخب في البطوله كنت يعني ساعات هنا وساعات المدرب يحتاجني هنا وساعات المدرب يحتاجني هنا دي حاجه ميزه كويسه جدا جدا كابتن كمان يعني في الدفاع كمان طيب هل بيتم الاستعانه بالمجموعه دي ومجموعه اخرى في الدرجه الاولى يعني مستر ديفيد بيستعين بمجموعه وهل بينسق معاك في الاستدعاءات دي ولا لا يا كابتن كان بيحصل معاهم لغايه السنه اللي فاتت وكان بيحصل معاهم صعود وكانوا بياخدوا تقريبا 5-6 لعيبه بيطلعوا يصعدوا معاهم ودي افاده كبيره جدا طبعا بالمنتاليتي ديت ودي فرقت معاهم كتير قوي كاس العالم وفي الاعداد كاس العالم ولفرقتهم كمان لان هو بيضيف الكلام دوت لفرقته تمارين فكر الفكر الملعب بينقله لزمايله جوه الملعب غصب عنه من غير ما ياخد باله فبالتالي طبعا بتفيد الفرقه جدا طب انتوا بتلعبوا انتوا النهارده عندكم ماتش النهارده عندكم مين النهارده فرقه العبور فرقه محترمه جدا جدا العبور عامله شغل كويس لا فرقة الجوله كام يا كابتن عندكم في الدوري الثالثه دلوقتي دي الثالثه عملتوا ايه في الجولتين اللي فاتين الحمد لله كان اول ماتش او اول الدور الاولاني كان مع فرقه الزهور وبعد كده بعد كده المعادي والحمد لله فزنا في اللقاءين والنهارده الثالث كان العبور طيب 2004 مرتبط السنه دي داخل بالمرتبط هو الاساسي ولا الثاني يعني الاساسي يعني 2004 هو ده الاساسي مع الدرجه الاولى اللي عليه نقاط اكبر بالظبط وتحديدا 2006 2006 ما ده انا بس الاساسي السنه دي 2004 بس 2006 النقاط بتاعتهم اكتر هو اكتر اكتر لا 2004 هو الفريق اللي تحت الفريق الاول يعني هو 2004 دلوقتي ما شاء الله لكن هو المنفذ للدرجه الاولى على طول يعني دايما بيبص على 2004 2004 انا بتكلم في 19 سنه مظبوط ما شاء الله لا يعني عايز اقول لك ان يعني اكيد مستر ديفيد ديفيس خاصه بعد كاس العالم ومحققين رابع يعني مش كاس عالم طالعين من بدري فاكيد هيبقى ليكوا دور كبير جدا ودي صور يعني دي صور ليكوا ولا في مباراه النهارده دي يا جماعه دي مباراه النهارده جزار 39-26 الله اكبر نتيجه كبيره طب يا كابتن الشوط الاولاني ما كانش يعبر عن كده اللي إيه احنا بتاع تقريبا كان شبه 5 حاجه كده فرق 2 3 كمان خلي بالك انا بتفائل جدا كده يعني انا احب دايما الشوط الاول يمشي ايكوال والشوط الثاني نفرق وعلى فكره مستر ديفيد ديفيس بيعمل كده دلوقتي ماشي 12 12 انا قلت له بين الشوطين انا قلت له انت بتعمله زي الدرجه الاولى بين اوجوستي وما بين ديفيد الثالث ما عندناش ثالث احنا بنلعب على الثاني فهو الله اكبر النص الثاني لما تبقى الفرقه كويسه خاصه لو واقفه على جنبها طب عايز اتكلم معاك كابتن هشام برضو في حته الناحيه البدنيه الفنيه الله اكبر واضح ان الجيل كويس وحتى اللي بره المنتخب يعني عند حضرتك مجموعه كويسه جدا يعني كلمنا عن الناحيه البدنيه بتشغل معاهم ازاي ابتديت معاهم من امتى بتاهلهم ازاي هل عندك اصابات ولا لا عايزين نركز في الحته البدنيه يمكن احنا ابتدينا من اواخر شهر 6 اوائل شهر 7 ودي كانت البدايه بتاعتنا الاول ان احنا كنا ابتدينا الشغل بتاعنا كان الاول اللي هو يعني بنشتغل شويه على الحته بتاعه الاناليسز والاستاتستكس على كل واحد المجهود البدني بتاعه يحتمل يعني يتحمل قد ايه بحيث ان احنا نعمل الاول اللي هي الاختبارات البروفايل لكل واحد بالظبط كده وبعد كده ابتدينا نمشي واحده واحده في الاتجاه بتاع الاحمال البدنيه طبعا ده الكلام دوت بتعاون مع كابتن سالم رئيس النشاط سوري رئيس الجهاز لا رئيس الجهاز كابتن ياسر لبيب طبعا لكن كابتن احمد سالم رئيس قطاع الناشئين فكان في دايما توافق بيننا وبين بعض في النقط بتاعه الاحمال بالظبط عامله ازاي بالهيستوري القديمه لكل لعيب فيهم خاصه كابتن سالم بيهتم جدا بالناحيه البدنيه ده حقيقي هو دارس اكاديمي وعارف ده حقيقي جدا 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 وبيفيد جدا 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 في حاجات ليها علاقه بالعلم العلم البدني والعلم الاحمال احنا صورنا كنا قمه الافطار كانت موجوده في صاله الامير عبد الله الفيصل بالصدفه مره وصورنا الاختبارات بتاعتكم صورنا ازاي انتوا كنتوا عاملين بطول الملعب اختبارات وبداتوا بعد كده تقيسوها وشغالين عليها كنا وقت الاختبارات احنا كنا معاكم يمكن عدها على الليفل الصغيرين شويه لكن على الليفل بتاع المرتبط كان شويه بالاحمال اعلى شويه اعلى شويه وابتدينا فيها من شهر 7 لغايه ابتدينا لغايه بدايه شهر اول 9 تقريبا وكان الحمد لله وصلنا الليفل كويس قوي بحيث ان الاولاد يبقوا عارفين
احنا عندنا سيستم ماشيين بيه اللي هو الروتيشن بتاعنا جوه الفريق ممتاز. فالحمد لله ان لازم يبقى كل العناصر اللي موجوده ال 16 اللي متسجلين في السكور باحمال بدنيه متقاربه من بعض. عندك اصابات ولا حاجه يا كابتن؟ اه للاسف عندنا خمس لعيبه اصابات. يا ساتر يا رب. كتير جدا يا كابتن. اصابات كبيره ولا لا؟ الحمد لله اصابات ليها علاقه بحاجات قبل كده، يعني ما بين حد عمل عمليه قبل كده، ما بين حد يعني ما لهاش علاقه بالاحمال البدنيه بتاعتنا. لا لا يعني هم جايين عليكم متصابين بنسبه كبيره. طيب يعني اصابات جامده ولا ممكن نلاقي حد من لا الحمد لله خلاص في خلال ان شاء الله نتكلم على 3 اسابيع يكونوا كل اللعيبه ان شاء الله رجعت. الحمد لله الحمد لله. ويبقى الماتشات الجامده. طب قول يا محمد، يمكن انت اكيد برضو ليك طموح، واكيد لما جيت النادي الاهلي عارف النادي الاهلي أكيد. يعني انت داخل في منافسه قويه وعارف ان انت اكيد عايز توصل لحاجه معينه. شايف يعني طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ عايز توصل ايه مع النادي الاهلي؟ يعني انا اول حاجه طول عمري نفسي العب في النادي الاهلي، يعني ده كان حلمي من وانا صغير ان انا العب في النادي الاهلي. الحمد لله ربنا كرمني بالحلم ده، فان شاء الله يعني طموحاتي كبيره قوي في النادي الاهلي، يعني مش دوري ولا اثنين ولا كده، ان شاء الله يعني كذا دوري باذن الله ما شاء الله. وان شاء الله بقى تصعد مع الفريق الاول لو في مثلا بطولات جايه، مثلا كاس عالم انديه او حاجه زي كده، ان شاء الله اللي جاي يعني المستقبل باذن الله يعني. طيب قول لي يعني مشاركتك مع الفريق الاول، يعني النهارده الفريق الاول واقف على رجله مش زي السنوات الماضيه، معاهم جهاز فني قوي بيلعبوا ماتشات قويه. هل شاركت مع الفريق الاول في مباريات مثلا السنه اللي فاتت؟ شاركت معاهم في مباريات وديه؟ يعني كلمني برضو على اللي انت لعبته مع الفريق الاول. حتى الان لسه مفيش اي حاجه بسبب الاصابه اللي جات لي دي في اخر الموسم اللي فات او نص الموسم اللي فات، فهي عطلتني شويه، بس ان شاء الله يعني الموسم اللي احنا فيه ده ربنا يكرم يعني معاهم. طب مستر ديفيد ديفيز ممكن يكون عايزكم تتفرجوا مع فريقكم اكتر، لانه يمكن انتوا عندكم مباريات مهمه والمباريات في الاخر فاليو بتضاف له طبعا في الفريق الكبير. بالمناسبه كابتن اسامه هو كمان بيجي يتفرج عليهم دلوقتي. يعني هو بيجي على طول بيجي يتفرج عليهم في كل الماتشات تقريبا. ممتاز جدا جدا. ودي حاجه برده يعني دي حاجه برده عشان يبقى شايف. بالعكس بيطلع بعد الماتش بيقعد نتكلم مع بعض في افكار، فبالتالي بالعكس بيفيد الفريق جدا، وبيقعد يسال على 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 اللعيبه. طب يعني ابرز اللي دار بينكم بمستر ديفيد ديفيز يا كابتن؟ يعني اغلبيتها على يعني هو طبعا دايما بيقول لي ان انا ما بشوفش الفريق ده بيتمرن ازاي، فبالتالي ما اقدرش احكم عليه على الملعب بتاعه عامل ازاي، لكن بيجي دايما يقول لي مثلا على نقطه عندك في حته هنا ممكن تتزود، في حته هنا ممكن تتغير، فدايما في كلام بيننا وبين بعض، بس ما بيخشش في تفاصيل يعني. من الاحترام المدرب اللي هو بصراحه هو راجل محترم جدا وجميل جدا، فهو ما يحبش يتدخل في تفاصيلك انت كراجل مدرب بتعمل ايه. ليه كل صلاحيات بالظبط، لكن ممكن يقول لك على تيبس كده تشتغل بيها، ممكن يقول لك على شويه حاجات، فدي حاجات بتفيد طبعا، بتفيد اللعيبه اللي هم بيبصوا لما يشوفوا. طب خلينا نشوف مثلا محمد، انت على المستوى الشخصي هل مستر ديفيد ديفيد وجه لك نصيحه معينه، وجه لك توجيه معين فاكره انت؟ يعني حتى الان يعني ما اتكلمش معايا في حاجات قوي، بس يعني اتفرجت له على كذا حاجه يعني كذا ماتشات وكده، يعني ما شاء الله فكره عاليه قوي، فاتمنى يعني ان انا العب معاه يعني قبل ما يمشي او كده ان شاء الله العب معاه باذن الله. خلي بالك كابتن هشام اكيد ادرى واحد بالكلام ده، واكيد هو من غير انت ما تقول هتلاقيه كابتن هشام، لانه خبره فنيه كبيره جدا. وخلي بالك اهلاوي حتى نخاع يعني، خد بالك انت بتقول كلام هو ما بيبانش عليه، بس اهلاوي عصبي جدا. هو بيجهزكم من غير ما تعرف اكيد، لانه عارف. هو قال كلمه في اول اللقاء، قال لك 2004 دول اللي بيسند عليهم الدرجه دي. خلي بالك كابتن انتوا لاعيبه عنيفه جدا، فممكن في لحظه بعد الشر يا رب تلاقي مركز فاضي في الدرجه الاولى، فهيقول لك انا عايز. بس هو برضو انا ارجع واقول ان مستر ديفيد ديفيدز من الناس اللي بتدي فرصه للشباب. ودي فرصه ليكم كويس، انتوا جايين على حد اولا كوتش هشام جامد جدا وهيجهزكم، وفي نفس الوقت مستر ديفيد ديفيدز هيديكم الفرصه. طب يا كابتن شايف، احنا بنتكلم بقى على كره اليد في نادي الاهلي، بنتكلم على سنتين ثلاثه جايين، شايف التصعيدات بتاعتنا واللعيبه اللي طالعه الدنيا في امان؟ يعني هيبقى في ريبليس وسموس ريبليس هيبقى ماشي مع الفريق؟ يمكن انا جيت مع حضرتك قبل كده هنا في نفس البرنامج، وكنا اتكلمنا على المشروع عامل ازاي، وفي مشروع موجود، وبصراحه بمنتهى الامانه ماشيين بالمشروع دوت بخطه ثابته جدا، ومن غير ما اخشش يعني اقول مش عارف ايه، بس بامانه ربنا بي يعني بي كابتن احمد سالم وكابتن خالد العوضي في ظهره وكابتن ياسر لبيب طبعا وبدعم مجلس اداره، في مشروع بيحصل بجد بجد ده بيحصل، فاحنا شايفينه كويس وعارفينه، بس الحمد لله انا قلت حتى مش هيظهر دلوقتي، لكن ابتدت نتيجته تبان، ابتدت تبان شويه يعني. الاول ما كناش حاسين بيه، لكن في شغل بيحصل. طب دور 2004 معاك ايه بقى في الرؤيه دي او البرنامج المحطوط؟ دورهم ايه بقى في اللي انت شايفه؟ مرسوم لهم ايه؟ هم وصلوا للستاب الاخير خلاص. وصلوا للستاب الاخيره ما بين ان هم بيتحضروا فعلا ان هم يبقوا لعيبه درجه اولى، وحتى وانا بتكلم معاهم دايما في المحاضرات بتاعتنا انت لعيب درجه اولى، انت ما بقتش لعيب صغير، لان فعلا بيتم الاستعانه بينهم في بعض الماتشات. يمكن السنه اللي فاتت حصلت مشكله في وقت من الاوقات ناحيه الرايت بتاعتنا، كان فيها خمس اصابات. صحيح، خمس اصابات للخمس لعيبه. ده احنا قلنا هو في ايه؟ مفيش. ده كان على ما اعتقد يعني كان بيشو اللي هو الباك رايت اسمه ايه ده، كاستيلو
ومحسن وعمر وعمر ويمكن كمان مهاب اللي هو كان مواليد اللي هو الاصغر نزلوا تحت لغايه 2006 عشان يدوروا على وينجر واحد اشوى مش لاقي فحصلت مشكله طبعا لكن لكن دلوقتي الحمد لله بقى في ريبليسمنت بقى في دايما حد بديل موجود بقيت بديل جاهز والحمد لله بيبقى بيتجهز ان هو يبقى لعيب درجه اولى جاهز ما شاء الله ان هو ما يبقى بنفس الفكر تقريبا اللي هو يوصل يبقى سيستم ملعب يمكن محمد يقدر يشرح الحته دي اكتر ان بقى في سيستم لعب اكتر بقى موجود بقى في سيستماتيك اللعب بقى سيستماتيك وده اللعب المتطور ده الهاند بول المتطور شويه ما شاء الله طب محمد فاكر بطوله العالم ايه احلى ماتش لعبته يعني فكرنا كده مثلا الفارو ممكن فارو بس الفارو يعني ماتش فارو كان في دور الثمانية صح كان ماتش ماشي واكسر تايم كان فيه تقريبا صح هيحكي حركه لقطات كمان حصلت على احكي لي على الماتش في كواليس في الماتش اديني بقى كواليس لا كابتن هشام واضح انه عارف قول لي كواليس يعني ماتش الفارو مثلا الناس اللي كانت بتعيط بره ده اخر دقيقه ومقربين فرق اخر دقيقه ونص ايام فاضل دقيقه ونص انت جاي ثلاث اجوان انت كان ليك نصيب فيها لا لا طيب قول لي على السيناريو قول لي على الماتش عشان ممكن يكون ساده مشاهدين نسوا كان فاضل دقيقه ونص مثلا او دقيقه و20 ثانيه كان فرق 3 لفارو ايلاند يعني احنا كنا متاكدين يعني احنا معظم البطوله كنا بنعوض في الاوقات الاخيره يعني دي معروفه لينا من المنتخب ان احنا بنعرف نعوض الحمد لله كنت في الملعب ساعتها لا الماتش ده كنت في انت تمام بس كان فاضل دقيقه ونص وفرق 3 ليهم مره واحده خلاص احنا حسينا اللي ضغطنا بالظبط حسينا اللي هو بدانا نخسر فقعدنا نفوق بعض لا لازم نكسب مش عارف ايه كل الدكه اللي بره كانت عياط كلها عياط يعني لا احنا مش هنخسر احنا جايين نروح المربع جايين ناخد لا مش مربع كمان احنا كنا جايين ناخد الذهب بس يعني الحمد لله لا زي الفل زي الفل تمام فخلاص مره واحده اتقطعت كوره بقى فرق واحد بقى فرق اثنين قصدي بعديها مش عارف حصل بيننتي او حاجه زي كده ضاع هترد ناحيه بالظبط يوسف فريد صدها وبعدين احنا جالنا بيننتي بلال دخل ولا مش فاكر بلال هيجي هيخش بلال هيدخل جاب دخل اخر جول اللي هو الجول الاخير في اخر ثانيه خلاص فاضل مثلا 3 ثواني قطعنا الكوره وفاضل 3 ثواني بالظبط كنت تخطيط في الكورت انا بالظبط كله مان كده وفاضل 3 ثواني قطعنا الكوره وفاضل ثانيتين خلاص الكوره اتبصت لبلال فاضل ثانيه بلال شط وحكم صفر على طول بعديها طبعا دي كانت انا شفت الدقيقه ونص دي واتشيرت طبعا كان بيعيطوا بره بلد فرحه هستيريه بيعيطوا جريتوا الملعب جوه طب انت لما بيحصل مع فرقه تبقى كسبانه 3 وتنعاد وتلعب اكسترا تايم بيحصل دروب جامد نفسيا دروب عملتوا ايه في الاكسترا تايم احنا بقى ثقتنا بنفسنا عاليه قوي ساعتها الصراحه ان ربنا كاتب لنا بالظبط احنا قلنا خلاص الماتش بتاعنا ان شاء الله وفوقنا بعض كلنا تعرف الاتحاد الدولي حاط طبعا اكيد الاتحاد الدولي حاطط الدقيقه ونص دي على صفحته الاتحاد الدولي دي حاجات اللي احنا بنقعد يعني بنقعد دايما نكلم فيها اللعيبه دايما ما اوعى تستسلم لغايه الصفاره مع تحت الحجم دايما فهم بصراحه نفذوا الكلام ده وكل الشكر طبعا لكابتن الفي وكابتن وائل مدربين المنتخب بامانه ربنا ان هم كان عندهم الاصرار ان خلوا اللعيبه يعملوا الحاجه اللي احنا دايما بنقول عليها فالناس تبقى شايفاها فالولاد الاصغر يشوفوا الجيل دوت وهو بيعمل اللقطه دي فكانت بصراحه الحمد لله وجينا في اكس تايم كسبنا لعلمك ده هتكرر معاكم في التالت والرابع بس للاسف في الاخر يعني التالت والرابع كان مع الدنمارك باين ولا كان لا التالت والرابع كان مع كرواتيا انا ولعبنا برده معاهم اكسترا تايم ده بقى ماتش كنت شاركت فيه بنسبه احسن يعني كتيره لعبت فيه كويس الحمد لله كنت لعبت كويس قوي فيه بس جت معلش خالص في الاكسترا تايم مشكلة. بس الحمد لله يعني انت فاكر برضو قبل النهائي كنت لعبته فرنسا تقريبا او لعبته مين لا قبل النهائي كنا لعبنا الدنمارك بس خسرنا والدنمارك تقريبا هي اللي خدت بطوله العالم لا اسبانيا يعني هي اللي خدت بطوله العالم طيب لان انتوا كانوا منتخبين بيلعبوا فانا مش فاكر النتائج بالظبط طيب في قبل النهائي مع كرواتيا طب كرواتيا كانت نتائجها ايه قبل ما تلعبكم فاكرينها كرواتيا كانت لعبت مين يا رب النتائج كانت كسبت كل الفرق تقريبا كسبت كل كسبت كل لعبت ما خسرتش غير قبل النهائي بس بالظبط كرواتيا كانت فرقه جامده جدا طبعا كانت مرشحه فاينل كمان بالظبط وسط ارضها يعني الجمهور كان فعلا كبير جدا يعني انا بشوف الجمهور كان فاضي في كل الماتشات تقريبا الا الماتشات بتاعت بس خبرات ليكوا حلو طبعا استفاده كبيره قوي لينا عيطتوا تمام عيطت كويس قوي وخدت خبره في العياط كويسه نلعب بقى نلعب بقى خلاص عيطنا كفايه نلعب استفاده كبيره يعني طبعا بس خلي بالك دي تدل على الروح دايما يا كابتن ويمكن حضرتك استاذنا الروح بتمم البنش حقيقي دايما يقول لك الفرقه تكسب مش من الستة سبعة الخمسة اللي بتعيط بره دي ده معناه ان هو الدافع للعيبه اللي جوه دي هنموت نفسنا انتوا المسؤولين جوه دلوقتي احنا هننزل اي حد هياخد اوردر ان هو هينزل هينزل يموت نفسه هيفجر نفسه ولا لكن اللي جوه الملعب طبعا حاسين بزمايلهم اللي بره فبالتالي هو ده دي الروح اللي بتجيب بتعمل ستريس على ده مع فرقتك دلوقتي يا كابتن دي بنتربى عليها احنا اتربينا عليها جوه النادي ان احنا ازاي الناس اللي بره ازاي بتبقى بتسبورت الناس اللي جوه ده احنا ازاي الادوات ان احنا واحنا قاعدين بره ازاي
نكلم اللعيبه والاسلوب اللي احنا نتكلم بيه مع بعض ازاي. يعني ما حدش يقوم ويزعق ومش عارف الكلام ده ازاي اوصل له. لا انا بشوف يمكن عندي لقطه من في الماتش اللي فات حصلت ما بين حراس المرمى. ايه بقى؟ ان دايما انت بتحس ان في تنافس بين اللعيبه وبعضها، انت عايزه يغلط عشان انت تنزل تقف في الجون. ده طبيعي. انا مش محتاج احلف، بس انا شفت مثلا لعيب اللي هو حسن مثلا. حسن كان لعيب كان واقف بره، وكان الجون احمد اعتقد اللي كان واقف الجون. انا مش قادر اصدق اشوف صوره حسن وهو عمال يشجع حسن، كل مع كل كره احمد بيصدها حسن بره او برافو عليك ومش عارف ايه. هي دي الحاجه اللي احسن حاجه ممكن تشوفها في الاثنين. ده حقيقي، وهو ده حقيقي كده. ربنا بيكرمه هو وزميله، بيتمنى له الخير ومعاهم زميلهم ثالث مصطفى طبعا. بصراحه ثلاثه اداء ولا احسن من كده بصراحه. يعني انت عارف كابتن هشام بيتكلم، انا يعني انا واحد من الناس وانا لعيب كنت احب المدربين اللي كده. انا كنت بحبك وانت بتلعب بالمناسبه. لا والله بجد انا بقولش بيحكي. والله انا بحكي لهم جوه على التاريخ بجد. يعني احب انا المدربين الحماسيين اللي ده زي ده وده والعب وروح وما يهمكش ويديك ثقه وتحس ان هو مش مدرب. لا الصراحه كابتن هشام يعني بيدينا ثقه عاليه قوي والله العظيم. وخلي بالك دي ثقه كبيره برده كابتن ياسر لبيب النهارده لما يختارك كمان في الموقف، في الموقع ده وانت الفريق اللي يعتبر فيرستين به، لان هو بيتسند عليه. فالنهارده ثقه كبيره جدا من الجهاز. خبرات وانت لعيب، خبرات وانت مدير فني، ولفيت على الاجهزه الفنيه بشكل كبير، خدت خبرات. فانتم محظوظين بصراحه ان مستر ديفيد ديفيد موجود. لا الحقيقه يعني النادي بامان في النادي الاهلي كلنا طبعا. ودي على فكره مسؤوليه كبيره، انتوا لازم برضو الراجل ده ما تخزلهوش، لازم تلعبوا عشان خاطره. ربنا يكرمنا بقى مع بعض. يعني ايه اصعب فرقه تلعبوها محمد السنه دي كالدوري يعني؟ لا في فرق كتير. قول لي قول لي. لا ما انت ضحكت. قول لي يعني مدام مثلا وصلنا اللي هو الفريق تحت الفريق الاول على طول، بيبقى يعتبر معظم الفرق اللي هم لا اي ماتش بيبقى ماتش صعب. مثلا نقول الزمالك معانا مثلا. الزمالك يمكن مع كل احترامي يوسف الزمالك اقلهم شويه. أيوه. مثلا سبورتنج وسموحه وزمالك. حتى سموحه بعد ما جه سموحه اكيد برضه فرق منافسه طبعا. فرق منافسه سموحه سبورتنج. سموحه وسبورتنج والزمالك والجيش. ولا في فرق كتير يعني. في فرق يعني الدوري صح. المنافسه دي حاجه حلوه يعني. بتلاقي المنافسه دي طبعا بتطلع لعيبه اكتر، وبتلاقي قاعده الناشئين بتاعتها بتكبر اكتر، فبالتالي كويسه للفايده للاعب. حتى هو منتخبكم كان في منهم سبورتنج منهم جيش. يعني في لعيبه السوشيال ميديا كان بيسالوا ده بيلعب فين مثلا. فالمفاجاه ان هو في الجيش طلع الجيش ما شاء الله. فريق مثلا بيلعب فين في سبورت. بس هو دايما انا بقول سبورتنج خطورتها بتبقى اكتر على ملعبها. الملعب ضيق وكنس يعني بيديها اولويه وليها مشجعين ليها القعده بتاعتها اللي بيقعدوا حواليها. الملعب دي طبعا ملعب مقفول عليك زي بتاعه الكوره بتاعه البلنتيات بتاعه زمان. الخط جنب الحيطه يعني انت بتجري وانت برده وانت بتلعب جوه جوه الصاله. انا بحب الحاجات اللي فيها المنافسه. ايوه بس هي الواحد عارف انت برضو لما تبقى انت باصص تلاقي ورا الجون ورا بتاع. انا بحس ان انتوا بتتخنقوا لما السموحه او سوري سبورتنج بتقفل شويه على الدايره، بيبقى في صعوبه. دايما كان فريقنا الفريق الاول كان مشكلته في سبورتنج هناك. ده حقيقي كلنا في سبورتنج في صاله. وحتى فيرست تيم لعبنا فيرست تيم عارفين كويس امكانيات الصاله عامله ازاي. الصاله كانت زمان كمان كانت مختلفه. كمان ما كانش في مدرجات، ما كانش في اي حاجه، الناس قاعده على الخط. صحيح. فبتبقى ليها جو تاني جدا حلو قوي. طيب احنا لعبنا ثلاث جولات لغايه دلوقتي. بس احنا ماشيين بنفس ترتيب الدرجه الاولى ولا مختلفين؟ نفس الترتيب بس هم عشان بيلعبوا جمعه وثلاث فهيسبقونا عشان هم بعد كده هيتوقفوا قدام شويه عشان هي بطوله افريقيا تقريبا. بس انتوا الماتش جاي سموحه، لان هم الماتش جاي لعبوا سموحه هناك. هناك نفس كل حاجه. و2006 نفس الكلام ماشيين. طيب في التوقف بتاع البطوله اللي هي الابطال دوري الابطال هتكملوا الدوري بتاعكم ولا تستنوا مكملين؟ يعني انتوا ممكن تخلصوا هم يجوا يكملوا زي السنه اللي فاتت بالظبط كده. بالظبط. طيب توقعاتك لبطوله افريقيا الابطال خاصه ان الزمالك اعتذر كمان، فانت المنافس التقليدي مش موجود الافريقي. صدقني انا حاسس ان يعني عشان اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، حتى لو الزمالك مع كل احترامي طبعا للزمالك الاهلي بقى ليه الافضليه دلوقتي طبعا بالنتائج يعني السنه اللي فاتت بالظبط. يعني حتى لو ما كانش قبل كده كان عندنا مشاكل من خمس اربع خمس سنين، لا انا حاسس ان الموضوع بقى دلوقتي بقى في الملعب اكتر وبالنسبه ناحيه الاهلي اكتر. طب محمد قول لي يعني انت في الملعب يعني بتلعب مركزين، المركز الاقرب اليك واللي بتحبه ايه؟ اولا طبعا انت هتقول يعني ممكن السنتر هاف شويه، عشان يعني معظم الناس بتقول يعني بالنسبه لي انا كفكري اعلى، او يعني مش عارف اوصلها ازاي. امكانياتك اعلى يعني. مثلا الليفت باك تدريبه كده انا الحمد لله تحركاته قليله في الملعب. بالظبط. لكن انا مثلا في دماغ شويه بتشتغل وكده، فالسنتر هاف يعتبر احسن شويه بالنسبه لي. انا واحد من الناس الاثنين نفس الحاجه بالنسبه لي. انا اتمنى يكمل سنتر هاف ان شاء الله. ان شاء الله الاثنين مع بعض. انا نفسي اشوفك باذن الله في يوم من الايام سنتر هاف الفريق الاول. الطول ده ما شاء الله اكبر بالجسم ده بالعرض ده احنا محتاجينه عشان تبقى سند ليه. يعني انت ممكن في الروتيشن تلاقي نفسك جيت في الباك ليفت بقى عندك اثنين باك ليفت، ما هو اللي بيلعب في النص واللي بيلعب هنا. فبيلعب خيارات احسن للمدرب كمان طبعا. انت عندك خيارات كتيره، فبدل ما حد لعيب ستاندر في حته واحده بيبقى عندك اكتر مكان طبعا. بتدي اتمنى ان شاء الله. انا كنت ايه لو كنت قلت غير كده كنت خلاص. هو ده بس السنتر هاف
يعني كابتن وهو كلامه انت مؤيده يا كابتن؟ حضرتك شايف ايه بقى؟ اللي في الملعب؟ اه لا دي بتاعتنا احنا جوه. دي مش هتقول على لا بالعكس. طب بعدين بعدين اوف اير. الحقيقه حاجه تشرف والله حاجه تشرف. كابتن هشام طبعا بشكرك نورتني وشرفتني. انا كان نفسي طبعا الفقره طول اكتر من كده الكلام معاك ما بيشبعش. ان شاء الله ان شاء الله واحنا بعد نهايه الدوري باذن الله نكون موجودين مع بعض الكاس. وعد ان شاء الله هنحتفل فيه مع بعض ان شاء الله باذن الله. الدوري طبعا مدير فني 2004 بشكرك شكرا جزيلا كابتن. شكرا لحضرتك. محمد صلاح نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر 2004 ورابع العالم نورتينا وشرفتينا واتمنى لك كل التوفيق. نشكر حضرتك ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونستقبل بقى باقي اللاعبين فقره مع بلال ابراهيم بالمناسبه اخذ احسن وينج ليفت في بطوله العالم وهيكون معانا معاذ عزب بعد الفاصل.